عمري ما حبيت الايفون، اندرويد دائما يخدمني بالشغلات اللي انا احتاجها، بس الايفون 10 افضل ايفون. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوريكي. الآيفون 10 أفضل تليفون صنعته شركة أبل، وهذا يعني أشياء كثيرة. معناته أنه هو عز أبل عقب 10 سنين من شفنا أول إصدار حق الآيفون. أنا عن نفسي مثل ما قلت بأول الفيديو، ما أفضل نظام تشغيل مال آي أو إس، أفضل أندرويد لأنه هو يلبي احتياجاتي. هذا شيء مو شرط أنه يطبق عليك، ومو شرط أنه هو شيء سيء. إحنا بعالم الخيار، تقدر تختار أنت أبيض أسود، تقدر تختار آي أو إس، تقدر تختار أندرويد، هذا الشيء راجع لك. بس لان انا اختار اندرويد مو معناته ان تليفون الايفون 10 سيء نهائيا، لا. عجبني التليفون، عجبني التصميم ماله، عجبني مسكته بالايد، شلون التعامل الجديد من ناحيه من غير زر الهوم، شغلات تعودت ان انا اشوفها على نظام تشغيل مال اندرويد، واخيرا قمنا نشوفها على نظام تشغيل مال اي او اس عشان يحسن التجربه، يعطيك احساس انه هو شيء غير، انه هو شيء جديد. وهذا شيء من زمان ما شفنا شركة أبل تسوي، بالذات خلال 4 سنين اللي طافت. فالآيفون 10 بلا منازع أفضل آيفون شركة أبل سوته، بس هل كان هو كافي إن أنا أخلي كرتي فيه واستمر أستعمله حتى عقب ما سويت المراجعة؟ كان ودي أنا أقول لكم إيه، للحين قاعدة تم أجرب الآيفون 10، بس صرت شرت كرتي حطيته مرة ثانية بالبيكسل 2 XL، أحتاج إن أستخدم أندرويد، وايد أشياء للحين ناقصة بالآيفون 10 راح أتكلم عنها على طول. لأن النظام التشغيل الحين لازم إنه هو يتجاوب على العتاد الجديد الموجود أو الهاردوير الجديد، بالذات لما أنت تيجي تشيل هوم بوتن التعامل مع التليفون راح يختلف. إذا كني بالضبط نفس اللي صار لما انتقلنا من الآيفون 4S للآيفون 5، حجم الشاشة صار أكبر، فالنظام التشغيلي على ما تطور والتحديثات نزلت من المطورين كنا لازم نستخدم التليفون بطريقة مختلفة، وهذا نفس الشيء اللي راح يصير معك مع الآيفون 10. إذا التطبيق غير مدعوم على أبعاد شاشة جديدة موجودة على الآيفون 10، راح تلاحظ أنه راح يكون عندك حواف رقمية ديجيتال بازلز موجودة دار مدار الشاشة، يعني يعطيك محتوى كأنه هو آيفون 8 حتى مو آيفون 8 بلس، معناته على محتوى 4.7 بوصة بدال 5.5 بوصة، وإحنا هنا قاعد نتكلم على شاشة حجمها 5.8 بوصة. بس هذا الشيء يتعدل مع تحديثات هوائية في المستقبل من المطورين، مساعدة شوية بعد من الـ APIs من شركة أبل. هذه الأمور إن شاء الله راح تنحل بالتحديثات الجاية. بس هذه الشغلة لاحظت لما قاعد استخدم تليفون ونوعا ما زعجتني من ناحية التجربة، تطبيقات تترس الشاشة، تطبيقات ما تترس الشاشة، وما عندك أنت تناسق من ناحية التجربة. غير كذي لأن شالوا زر الهوم بعد، لازم أنت تتعامل مع التليفون بطريقة مختلفة. على سبيل المثال الحين ما عندك أنت بصمة، لازم تستخدم بصمة الوي وتشتغل بشكل وايد وايد سلس وشكل وايد وايد ممتاز. هي السبب إن إحنا عندنا ناتش هني من فوق، وهذا اللي ما بيسمى بالناتش هو اللي فيه تقنية بصمة أو قار الوي. عندك أنت هني مستشعر كاميرا درو ديبث فيلد 7 ميجا بكسل، نفس اللي شفناه على الكاميرات من سابق، بس هني المعيار ماله راح يستخدم تقنيات علشان يقدر يقرأ بصمة الوي. وعندك أنت هني انفراد يشتغل كالمستشعر اللي راح يبث تقريبا 30,000 نقطة دار مدار وجهك عشان يقراها ويترجم لك إياها بالـ A11 بايونيك تشيب، ويفتح التليفون لما يلاحظ أن الشخص اللي قدامه هو فعلا الشخص اللي قاعد يستعمل التليفون. في أمور وايد كثيرة تقدر تسويها عشان تقدر تجرب الفيس آي دي، بس أخوي فيصل السيف مسوي فيديو وايد وايد روعة بالوضعيات اللي انت ممكن تكون فيها، وتشوف اذا الفيس اي دي راح يبطل وياك ولا لا. راح احط لك رابط تحت تقدر تشوف كل الامور اللي فيصل السيف جربها وشون التليفون فتح وياه ولا استجاب معه ولا لا. بس ككل الفيس اي دي يشتغل بشكل سليم لدرجة ان اذا انت عندك اخو توأم راح يبطل معاه، لهالدرجة التليفون ما قدر يميز ما بين التوأم، بس انه لهالدرجة هو دقيق ان حتى لو كان في شخصين نفس الوجه نفس الملامح راح يبطل معاهم التليفون. وهذا اللي يخليني كنت اتمنى ان الحين عندنا مثلا البصمة التاتش اي دي، مو لان شلت زر الهوم، كان ممكن التاتش اي دي تكون هنا على جنب نسري شفنا مثلا من شركة سوني، بس ما يندر يمكن بصدارات الجاية يحطونها تحت الشاشة او يحطونها بالزر اللي هنا. بس اتمنى ان ترجع علشان انا وياك يكون عندنا خيار وما نعتمد بس على الفيس اي دي، يكون عندنا Touch ID. وراح تعطيك كل المهام اللي انت عادة متعود عليها. على سبيل المثال انا استخدم تطبيق بنك بوبيان، بنك بوبيان هو البنك اللي انا اتعامل معاه، وعندهم هني هم الطريقة ان لما تجي تبي تبطل التطبيق تقدر تستخدم البصمة. التليفون درى انه ما في بصمة في فيس اي دي، فقاعد يبطل معي التطبيق بدون لا انطر تحديث من بنك بوبيان على فيس اي دي بدال التاتش اي دي، وهذه حركة وايد ممتازة. غير كذي تقدر تستخدم انت بعد الفيس اي دي تكنولوجي او القارئ مال بصمه الوجه حق الانيموجيز، نفس اللي شفتوه انتم باول الفيديو، يقرا تعابير وجهك ويطبقها على الايموجيز اللي موجودين هنا علشان يعطيك انيموجيز او ايموجيز متحركه على تعابير وجهك، وتشتغل بشكل وايد حلو صراحه تونس. تحتاج هم تحديثات لان للحين مو قاعد تشتغل بشكل سليم 100%، بس مبدئيا
حركة حلوة. ولأن شالوا زر الهوم أكيد التعامل مع النظام راح يختلف تماما. ما عندك أنت الحين زر هوم عشان ترجع حق الهوم، بس تقدر ترفع عليه فوق من أي مكان وتليفون يرجع حق الهوم. وهم بعد تقدر ترفع عليه فوق وتنضغط عشان تطلع التطبيقات اللي أوردي شغالة عندك. وبعدين هم بعد عندك بنفس الوقت تقدر تضغط على التطبيق اللي أنت تبي تسكره، تشوف الزر الأحمر طلع عليه فوق تقدر تضغط عليه عشان تسكر التطبيقات أو تمسح عليه فوق نفس الطريقة التقليدية. غير كذي عندنا الكنترول سنتر أو الكمان سنتر تسحب من فوق جهة اليمين، وعندك انت نوتيفيكيشن توغل تسحب من فوق جهة اليسار. وهني مرة ثانية نرجع حق الأمور اللي الحين ما تحدثت من ناحية الشاشة. لما تسحب النوتيفيكيشن توغل يبين لك نفس الشاشة اللي تكون موجودة عندك لما تبطل التليفون. على سبيل المثال لما اسحب انا الحين نوتيفيكيشن شيد مثل ما انتم شايفين، للحين قاعد يبين لي ترى التليفون مبطل، وانا اوريدي ادري ان التليفون بطل، ما لازم ينبهني ويحط لي هني التورتش وهني يحط لي الكاميرا. فهذه الاختصارات نفسها ان تحصلها على النوتيفيكيشن شيد للحين موجودة لما تبطل التليفون، بس اتوقع تحتاج تحديث هوائي علشان هي تنشال. والشيء الثاني لاحظته لانه ما في مكان بالزاويه الموجوده فوق عاده انت تحصل هني البطاريه او البرسنتج مال البطاريه، صرت لما تسحب انت تشوف الطريقه التقليديه موجوده من فوق تبين فيها انت شابك على اي شبكه، اذا انت عندك اصلا LTE ولا لا، وبعدين يبين اذا انت حاط منبه اذا كنت مشغل، وايش كثر باقي من البرسنتج مال البطاريه كله يبين هني بخطوة إضافية زيادة مو نهاية الدنيا، بس شيء لاحظت أنه كان موجود قبل والحين مو موجود بسبب الناتش اللي موجودة من فوق. ولأن التليفون شالوا زر الهوم مرة ثانية، عندنا شغلات لازم تأقلم عليها من ناحية الزر الموجود أنت من عندك على جنب. إذا تضغط على الدقمة ضغطة مطولة يشغل لك سيري، إذا تضغط على الدقمة مع زر المستوى الصوت اللي تحت يعطيك الأوبشن أنك أنت تطفي التليفون، إذا أنت تضغط على الزر نفسه مع زر الصوت اللي فوق يصور لك سكرين كابتشر. شغلات لازم نتعود عليها، ما ادري اذا انت حفظتها او فهمتها، بس نوعا ما شغلات جديده لازم نتعود عليها لان النظام التشغيلي كان يعتمد اعتماد كلي على زر الهوم. انا ما استوعبت ايش كثر iOS ناقصته امور الا لما شالوا زر الهوم، لان الشغلات اللي قاموا يسووا لك اياها الحين علشان انت تقدر تتعامل مع التليفون بالضبط نفس الوضع. بس ككل مرة ثانية، إذا أنت كنت من الناس اللي تحب نظام تشغيل مال iOS، هذا التليفون روعة، راح تستانس عليه، تعود على أمور وايد كثيرة، ما عندك أي مشكلة، لأن هذه هي الواجهة الجديدة، هذا اللي راح يتغير. أنا أتوقع إصدارات الجاية من نظام تشغيل مال iOS راح يتغير ككل علشان يتماشى مع الشكل الجديد مال الايفون، انه بدون زر هوم نهائيا ما راح يكون بهالطريقه هذه. فانا متحمس حتى حق الايتريشن شنو ممكن ينزل من ناحيه التطور حق اي او اس 11 او حق اي او اس ككل باصدارات نفس اي او اس 12 واي او اس 13. صدقني راح تشوف في تغييرات وايد جذريه بسبه الايفون 10. طبعا التليفون من ناحيه المواصفات راح يكون عليه الاي 11 بايونيك تشيب نفس اللي كانت موجوده على الايفون 8 والايفون 8 بلس، يعني راح تكون سداسي النواة عليها معالجين، معالج راح يكون ثنائي النواة راح يشتغل في حالات اذا انت ضغطت على التليفون، ومعالج راح يكون رباعي النواة راح يشتغل طول الوقت علشان يهدي ويريح التليفون وما يستهلك من قوة البطارية، وإذا أنت ضغطت على التليفون حيل يشغل لك كل النواة مع بعض علشان يعطيك أقوى أداء ممكن أنت تحصله، والأرقام تثبت هالشيء. بس قلت هالشيء مراجعة الآيفون 8 والآيفون 8 بلس. إذا تبي تعرف أداء معالج A11 ركب عليه أندرويد وبعدين شوف شلون يشتغل، وإذا تبي تعرف مقوة معالج اللي موجود على تلفونات أندرويد ركب عليه iOS وبعدين قارن. بس تجيب لي نظام مع معالج يختلف تماما عن نظام مع معالج وتقارن بالأرقام ما يمشي. كني قاعد أقارن سيارة فورمولا 1 مع سيارة رالي وأقول لهم عذري اثنيناتهم سيائر، ما يمشي الموضوع. غير كذي أداء تلفون سلس، عندنا هني 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية يؤدي لك المهام بشكل وايد سريع. iOS 11 عمره ما تطلب، أو iOS عامة عمره ما تطلب عتاد وايد عالي عشان يشتغل بهالطريقة. الفيتشرز اللي فيه تكفي المستخدم وبنفس الوقت يعطيك أداء جدا سلس، وبعدين أنت قاعد تستخدم تلفون من أبل، تحديثات هوائية أول بأول، السكيورتي كله راح يكون من عندهم، ما لازم تحات إنك أنت تأخذ تلفون وما توصل لك تحديثات. البطارية هني راح تكون تحت 3000 ملي أمبير، ودكم تعرفون كم بالضبط؟ والله حتى أنا، بس حتى أبل ما قالت لنا، فتحت 3000 ملي أمبير. مفروض تعطيك اداء جيد، انا حصلت معاها مع استخدام العادي طول اليوم ما عندي اي مشكله، حطها على شاحن تالي ليل امورك سليمه، بس مع استخدام الثقيل لاحظت ان التليفون على الساعه 5:30 المغرب وانا شايله عن الشاحن الساعه 7 الصبح، يعني 10 ساعات متواصله من الاستخدام اضطريت ان انا احطه على الشاحن. التليفون طبعا يدعم الشحن السريع بغض النظر ان الشاحن مو موجود بالعلبه، الا التليفون يدعم الشحن السريع تقدر تشتريه منفصل، ويدعم الشحن اللاسلكي كون ان الخلفيه مالت الزجاج اوريدي شركه ابل دعمت لهذا الشيء. التليفون للحين ينقصه
3.5 ملي بس عندنا ادابتر داخل العلبه وعندنا سماعه تستحمل اللايتنينج بورت اللي حتى جوجل الله هداهم لحين ما سووا هالحركه الا هذه الشغله نقطه حقكم شركه ابل انها حطيتوا سماعه ودونجل مو بس دونجل دبر عمرك مع السماعه فحركه زينه لحين اشهر ما تغيرتوا وشلتوا بعد السماعه وبعدين عندنا كاميرات الكاميرات ولا اروع الكاميرتين موجودين من الخلف راح يكونون يدد يختلفون عن الايفون 8 بلس اثنيناتهم 12 ميجا بكسل اثنيناتهم فيهم مثبت بصري والتليفوتك لينز راح تكون f2.4 بدال f2.8 والعدسه العريضه راح تكون f1.8 نفس اللي شفناها على الايفون 8 بلس اثنيناتهم راح يعطونك اداء ممتاز والحين تلاحظ لما تستخدم عدسه 2x هم تعطيك اداء ممتاز تعطيك نوع من البوكي لان 2.4 صراحه يساعد من ناحيه عزل الخلفيه اللي انت ممكن تحصله من العدسات اللي تكون بروفيشنال والتصوير ابل عمرها ما كان عندها مشكله وهذا التليفون نفس الايفون 8 والايفون 8 بلس يدعم 60 اطار بالثانيه على دقه 4K وهذا الحين مو موجود بكاميرات هذه كثيره الكاميرا اللي قاعد اصور فيها ما فيها الخاصيه موجوده بالايفون 10 والايفون 8 بلس نسيت اقولها مراجعتهم بس هذه حركه وايد ممتازه من شركه ابل وهذه الشغلات اللي انا احب اشوفها من شركه ابل تعطينا شيء لقدام تتحدى الشركات الثانيه انها تقعد من النوم وتسوي نفس اللي هي قاعد تسوي فحركه حلوه والكاميرا الاماميه تكلمنا عنها هي نفس اللي تستخدمها كفيو فايندر حق الفيس لوك و7 ميجا بكسل وراح تدعم خاصيه البورتريت مود لان فيها هم بعد شالو ديبث اوف فيلد وتعطيك اداء حلو طبعا للحين البورتريت مود موجود ببيتا لما تتكلم انت عن البورتريت لايتنج تلاحظ مثلا لما يصور وجهي تلقى ان الشعر يختفي مع الباك جراوند مو نفس الدقه اللي انت تحصلها مثلا بالبيكسل 2 اكسل او البيكسل 2 العادي الدقه للحين ممكن تتحسن مع تحديثات هوائيه بس اوريدي البصريات الموجوده هنا روعه معناته تحديثات هوائيه تعالج معالج التصوير وامورك راح تكون بالسليم واخيرا وليس اخرا الشاشه عندنا هني 5.8 بوصة أموليد بانل من شركة سامسونج راح هني يستخدمون الدايموند بنتايل ديسبلاي شنو يعني؟ يعني الـ RGBs الثلاث النقط اللي تحكينا عنهم من قبل اللي راح يشتغلون على الأموليد بانل الموجودة هني بدل لا يكونون مستطيلين أو مربعين شوية عليهم تلت وصارين كأنهم هما دايموند أو الدايموند من يلعب كوت دايموند وهذه الشغلة شفناها على سامسونج جالكسي نوت 8 والشاشة هني البروفايلينج مالها طبعا راح يختلف عن اللي انت راح تحصله من السوبر اموليد او البروفايلينج مال شركه سامسونج هني شركه ابل سمتها السوبر رتنا مع الريزولوشن اللي هي تستخدمها راح يكون شيء قريب حق 326 بي بي اي رقم اكيد معقد مو فول اتش دي ولا فول اتش دي بلس ولا كواد اتش دي ولا كواد اتش دي بلس شيء مختلف تماما حق شركه ابل مثل ما تعودنا دائما ما عندي مشكله كيف هم يحطون الريزولوشن اللي هم يبونه لطالما انت عندك بي بي اي عالي ما عندي اي مشكله بس هني مبين ايش كثر ابل عرفت تلعب مع صفيحه الالوان تكلمنا عنها الار جي مع الجامة الموجودة هنا وايد عالي وممتاز تشبع بالالوان زوايا الرؤية سطوع الالوان وايد وايد حلو هذه احلى شاشة شفتها على ايفون وبعدين لما تيجي انت تجرب الايفون مع اولد بانل تلاحظ ان في الوان شلون تطلع بطريقة مختلفة تحسن لك التجربة ككل فمن زمان كنت اتمنى ان اشوف ابل تحط اولد بانل على تليفوناتها عقب 10 سنين واخيرا ابل حطت اولد بانل اللي قاعد يستخدمونها شركات ثانية صار لهم 8 سنين وفي شركات 9 سنين ف ما نقول ان حسافه ما حطيتيها نقول ان الحمد لله على السلامه ان حطيتيها وان شاء الله نشوفها بالاصدار الثاني من تليفونات ثانيه نفس الايفون 10 ابعاد الشاشه 5.8 بوصه التليفون حجمه يدوبك فوق الايفون 8 واصغر من الايفون 8 بلس بشكل وايد وايد كبير فبزلس التليفون يعتبر بزلس وبعدين شركه ابل تعمدت ان تخلي الحواف لحين تكون موجوده دار مدار التليفون عشان تساعد لما انت تجي تمسك التليفون ما يصير في نوع من الغلط انه يصير في تاتش على التليفون نفس اللي مثلا يصير مع ناس كثيره لما تستخدم تليفونات بزلس من شركه سامسونج هني انت عندك ما راح تصير لك هذه المشكله ف ما ظنيتي ان الناتش راح يروح بالمستقبل لان هذه راح تصير هويه ابل الجديده عقب ما شالوا زر الهوم هويه ابل راح تصير هي الناتش اللي موجوده من فوق فممكن نشوف تليفونات بالمستقبل تكون كبيره بس نفس هذا الشكل تزيد لك ابعاد الشاشه ممكن نشوف 6.5 بوصه على ابعاد تليفون كبر الايفون 8 بلس يجيب نفس التصميم الموجود هنا ممكن نشوف التصميم ينتقل حق الايباد يمكن ينتقل حق الاي ماكس يمكن ينتقل حق الماك بوكس هذا التصميم الجديد اللي اتوقع شركه ابل الحين راح تلوع جبودنا فيه لين 10 سنين لقدام بعدين يغيرونه مره ثانيه لا خلاص اتغشمر يا جماعه الخير انا احمد بوعريكي دائما وابدا قاعد افضل اندرويد على اي او اس بس مو معناته ان هذا تليفون سيء نهائيا لا تليفون جيد يعطيك الامور اللي انت تحتاجها كل الشغلات اللي انت ممكن تحصلها بتليفونات ثانيه راح تكون موجوده هنا ما عدا طبعا بصمه ما بصمه وان شاء الله الامور بس في شغلات ثانيه تعوضك انت بالنهايه عندك اي او اس معناته راح تحصل تحديثات هوائيه اول باول وعندك استقرار مو طبيعي بنظام التشغيل كون ان التحكم كله من طقطق لا سلام عليكم من شركه واحده بس هل يسوى سعره
ابتداء 64 جيجا راح يكون سعره $1000 أمريكي ل $1150 قريب ال $1200 أمريكي حق 256 جيجا. نهائيا لا، وما اقول ان انا النوت 8 مثلا يستاهل سعره، بس اوريدي النوت 8 نزل سعره. متى بينزل سعر الايفون؟ اذا نعرف شيء احنا من الماضي، ابل ما ينزل سعر تليفونها الا لما تنزل تليفون جديد، فما ادري اذا يستحق سعره ولا لا. احس ان في خيارات وايد ثانيه اكثر بالسوق وممكن تعطيك نفس التجربة، بس إذا أنت كنت من الناس اللي لازم يكون عندك أفضل آيفون موجود بالسوق، هذا راح يكون أنسب حل بالنسبة لك. هذا يمكن أفضل آيفون حاليا موجود بالسوق، على العتاد اللي يمكن يشفع له بهالشيء، على الشاشة اللي تدفع له بهالشيء، على الكاميرتين اللي من الخلف تشفع له بهالشيء، على كل الأمور اللي هي راح تغير شنو شركة أبل قاعد تشوف لقدام، حق شنو نظام تشغيل مال آي أو إس ممكن يكون، وشنو التعامل ممكن يكون على الآيفون من ناحية إصدارات الجاية في المستقبل. فالآيفون 10 مرة ثانية أقول لكم إن هذا أحسن آيفون شركة أبل سوتها، يمكن مو أحسن تليفون بالسوق بس توب من ناحية خيارات. إذا أنت كنت بتليفون يكون عليه نظام تشغيله مع الآي أو إس، لا دور وايد، الآيفون 10 راح يكون أفضل خيار. فبس أتمنى إن إحنا عطينا التليفون حقه ما خفسنا فيه وايد، وكنت أتمنى إن كنت استعمله زيادة. بس رجعت مرة ثانية حق البيكسل 2 أكسل بعد نزل أبديت الحين عدل سطوع الألوان بالشاشة، نتكلم عنها إن شاء الله في فيديو ثاني. وبس، سامعون على طال القصور، سامعتكم تعيشون، أحمد وعريكي، فما الله الكريم.